رغم مرور كل هذا الوقت على المطالبات والمناشدات التي كانت بلا صدى إلى الآن، فرق الأنقاذ والدفاع المدني لا يزالون يتسابقون مع الزمن لإجلاء المدنيين العالقين تحت الأنقاض، سواء كانوا على قيد الحياة أم أموات. يعني منذ البارحة لم نعد نسمع أصوات الاستغاثات والأصوات التي كانت تنادي من تحت الأنقاض بسبب تأخر المساعدات والدعم. طبعاً لا يمكننا القول بأن المساعدات دخلت إلى الأراضي المنكوبة السورية، خاصة هي تقتصر على بعض الشاحنات المحملة ببعض المواد التي لا يمكننا القول بأنها إسعافية أيضاً. يعني ماذا ستفعل هذه المساعدات أمام الكارثة الإنسانية التي نعيشها والتي نتأثر بها لحظة بلحظة؟ طبعاً المعاناة كبيرة والصورة مؤلمة ومفجعة هنا داخل الأراضي السورية. الجميع أيضاً رأى وشاهد كيف تحدث الرئيس التركي، حيث أكد بأنهم سيقومون بالدعم تركيا، ولكنه لم يتحدث عن المناطق الخاضعة لسيطرة التركية هنا داخل الأراضي السورية، خاصة المناطق المحتلة منذ سنوات هنا داخل الأراضي السورية كإدلب وعفرين وجندرس. الوضع في جندرس وعفرين مأساوي جدا، هناك أبنية لا تزال لم يتم البحث تحت الأنقاض في جندرس السورية. الأهالي الذين أيضا الذين منازلهم نفذت أو تم لم تلحقها منازلهم جراء الهزات الارتدادية المتكررة، وخوفا من تكرار سيناريو الهزة القوية. المساعدات في حال أيضا أن وصلت هناك مناشدات ومطالبات أن تكون هناك لجان دولية، لجان عربية موثوقة لكي يتم توزيع هذه المساعدات إلى الأهالي بشكل خاص. طبعا أيضا إلى الآن لا تزال قوافل الإدارة الذاتية تنتظر الموافقات. يعني لماذا كل هذه الإجراءات إلى الآن لم تحصل؟ منذ أيام تقف على المعابر هناك قوافل كبيرة مقدمة من قبل الإدارة الذاتية، سواء من قبل الصهاريج المحملة بالمحروقات والمواد الطبية وأيضا المواد الإغاثية والغذائية، إلى الآن لم تحصل ولم تدخل أي مساعدات من قبل الإدارة الذاتية إلى تلك المناطق. يعني هناك غضب أيضا بين الشعب السوري، خاصة بأن الشعب السوري أكد بأنه يعيش هذه الكارثة بشكل واحد بعيدا عن الخلافات والمشاكل السياسية أو العسكرية. ناز، هل تم حصر عدد البنايات أو المباني التي هدمت بفعل هذا الزلزال في الشمال السوري؟ طبعا أحمد لا يمكننا إلى الآن أن نقول بأن أعداد الضحايا أن نحدد رقم أو أن نقول هذه البنايات. اليوم كانت هناك انهيار مبنى لأحد البنايات في حلب، يعني لا نزال نشهد انهيارات في تلك المناطق، خاصة هي مناطق تعاني من ضعف البنية التحتية خلال سنوات الحرب الطويلة التي دمرت كل شيء. نحن بحاجة إلى معدات طبية، معدات صحية، نحن بحاجة إلى تقديم مساعدة بشكل سريع وعاجل، خاصة بعد أن فقدنا هكذا أعداد من الضحايا. نحن أمام كارثة أخرى قد نشهد خلال المجاعة أو الجوع إن لم تدخل المساعدات، وأيضا الأحوال الجوية السيئة من برودة الجو. هناك الآلاف من الأطفال الذين يبقون مع عائلاتهم في هذه الأحوال الجوية، سواء في المساجد أو المدارس التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والتجو إلى العراء. الوضع كارثي، هذا ما يمكننا قوله. الأعداد الضحايا في تزايد، بالفعل نحن الآن نعيش في سوريا كامل، سوريا كارثة حقيقية. يجب أن يكون هناك فتح جميع المعابر دون استثناء، يجب أن تكون هناك لجان دولية تشرف على المساعدات. ما دام الشعب السوري خسر كل هذه الأرواح، يجب أن تكون هناك لجان دولية لكي تشرف على توزيع المساعدات، وخاصة كما نرى خلال الأيام الماضية المساعدات المحلية تم سرقتها من قبل بعض الفصائل المسلحة في تلك المناطق. من الذي أوفى بوعوده من الدول الغربية بإيصال المساعدات حتى الآن؟ طبعا بعض المساعدات حتى العربية وأيضا المحلية، سواء من كردستان العراق وأيضا المحل، لم تصل جميع المناطق. هناك مساعدات وصلت إلى حلب إلى مطار دمشق، ولكنها لم تتجه إلى المناطق الأخرى، ريف حلب الشمالي، إدلب، جندرس، عفرين أيضا هذه المناطق.
جميعنا يعلم بأن هذه المناطق هي مناطق تابعة لسيطرات الجيش التركي والفصائل المسلحة، ولكن الكل يطالب المجتمع الدولي أن تكون هناك دعم شامل للجميع بعيدا عن الخلافات وتوزيع السيطرة العسكرية سواء للفصائل المسلحة أو للحكومة السورية أو للإدارة الذاتية. طبعا يعني محاولات الإدارة الذاتية تحاول منذ اليوم الأول تقديم يد العون والمساعدة بعيدا عن الخلافات. يعني البارحة هذه المناطق تعرضت إلى الاستهداف والقصف من قبل الجيش التركي، ورغم ذلك لم تمنع هذا الاستهداف تقديم الدعم من قبل جميع مكونات هنا في مدن الشمال السوري. الجميع بدأ بفزعة لإنقاذ أو لجمع التبرعات والمواد الضرورية وإرسالها إلى تلك المناطق، ولكن لا نعلم إذا كانت ستصل هذه المساعدات أم لا. وكما نعلم إلى الآن المعابر لا تزال مغلقة أمامنا، يعني أنا كمراسلة لم أستطع الدخول والتواجه، لا يسمح لنا، لا يسمح لأحد التواجه إلى تلك المناطق غير الذين متواجدون أساساً في تلك المناطق. يعني الشعب السوري يحمل من هو مسؤول، من يمنع دخول هذه المساعدات، السبب الآخر لوقوع هذه الضحايا أو لوقوع هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا في أرواح المدنيين. ماذا عن الإصابات وما هي القدرة الطبية في الشمال السوري لمواجهة هذه الحالات والإصابات؟ طبعا يعني أعداد الإصابات أيضا لا تزال في تزايد، كما يعني طبعا القدرة الطبية، الجميع يعلم القطاع الصحي يعاني من سوء المعدات الكوادر، ولا سيما الهجرة الكبيرة للكوادر الطبية إلى خارج سوريا. سوريا أصلا تعاني من ظرف صعب جدا من جميع نواحي الحياة سواء الخدمية الصحية أو جميع القطاعات. يعني نحن منذ أيام بلا كهرباء في هذه المناطق، جميع الأنحاء سوريا بلا كهرباء أيضا، هذا ما جميع أنحاء الحياة، جميع نواحي الحياة، يعني ليس فقط القطاع الصحي، جميع القطاعات تعاني. لذلك مطلب الشعب السوري واحد هو أن يكون هناك تفاهم بين جميع الأطراف التي تتواجد، وبعيدا عن الخلافات السياسية والعسكرية هنا داخل الأراضي السورية، لكي يتم تقديم يد العون للأشخاص الذين لا يزالون يتسابقون مع الزمن، والذين التجوا إلى المناطق أبسط مقومات الحياة. نداءاتنا بلا صدى يبدو إلى الآن، يعني إلى الآن لم تتشكل أي جهة دولية أو عربية لكي تتجه إلى المناطق المنكوبة السورية. نحن هنا أيضا جميع المناطق تعيش بظرف استثنائي، ظرف صعب، نحن نعيش الكارثة التي كنا نخشى منها.